Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadhimu rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ilmi fid dharain. Amin. Babu salatil jama'ati. Tusannu fi maktubatin la jum'ah, wa fi tarawihi wa fil witri ma'ah, ka'ayu idal fardu yanwiniyata ma'al jama'ati takidlafliyatah, wa katratul jam'i istuhibat itula bil kurbi minhu masjidun ta'attala, وفسق الإمام أود بدعة وجمعة يدركها بركعتي والفضل في تكبيرات الإحرام بالاشتغال عكب الإمام وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر ومرض وعطش وجوع كظهر أغلب الهجوع مع اتساع وقتها وعري وأكل ذي ريح كريه ني إن لم يزل في بيته فليقود ولا تصيح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه إعادة ولا بمن قام إلى زيادة واشتط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذرع ولم يحل نار وترك وتلع يا أم عبد وصبي يقل وفسق لكن سواهم أفضل لامرأة بذكر ولا المحل برحلف من فتيحة بالمكتمل وإن تأخر وتقدم بركن الفعلين ثم علما وأربع تمت من الطوال للعذر والأكوال كالأفعال كشكه والبطء في أم القرآن وزم وججبة ونسيان ونية المأموم أولا تجب وللإمام غير جمعة ندب رخص قصر أربع فرد أدى وفائت في سفر انقصد 16 فسخا ذهبا في سفر المباح حتى آبا وشرته النية في الإحرام وترك ما خلف في الدوام وجزاء يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا الأذى وشرته النية في الأولى وما رتب والولى وإن تيمما والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفاك للمعذور في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي أنواعها ثلاثة فإن يكن عدونا في غير كبلة فسن تحرس فرقة وصلى من يؤم الفرقة الركعة الأولى وتتم وحرست ثم يصلي ركعة بفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتمت وبهم يسلم وإن يكن في كبلة صفهم صفني ثم بالجميع أحرم ومعه يسجد صف منهما وحرس الآخر ثم حيث قم فليسجد الثاني ويلحق الإمام وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكانهم ركبانا أو بالإيمة وحرموا على الرجال أسجد بالنسل وتمويه لحال الصدى وخالص القز أو الحرير أو غالبا إلا على الصغير وركعتان فردها لمؤمن كل فحور ذكر مستوطن ذي صحة وشرتها في أبنية جماعة بأربعين وهي بصفة الوجوب والوقت فإن يخرج صلوا الظهر بالبنى ومن شروطها تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينتين ركنهما القيام والله أحمد وبعده صلي على محمد واليسي بالتقوى أو المعنى كما نحو أطيعوا الله في كلتيهما والستر والولاء بينتين وبينما صلى وبالطهرين ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما واسم الدعاء ثانية للمؤمن وحسن تخصصه بالسامعين سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد وبكر المشي لها من فجري وازدد من قراءة وذكري وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة تسان ركعتان لو منفردا بين طلوع وزوالها أدا تكبير سعب أول الأولى يسان الخمس في ثانية بعد أن كبر في إحرامه وقامت وخطبتان بعدها كجمعته كبر في الأولى منهما تسع ولا وسبع في ثانية أي أولا وسنة من قبل صلاة الفطر فطر كذا الإمساك حتى نحري وبكر الخروج للخطيب والمشي والتزين التطيب وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها كذا لمثلا الصلوات بعد السبت تسعي إلى انتهاء عصر يوم الربيع
ذي ركعتين وكلاهتين حوت ركوعين وقومتين وسنة تطويل اكتر القومة وسبحة ركعة والسجدات والجهر في قراءة الخسوف لقمر والسر في الكسوف وخطبتين بعدها كالجمعة قدم على فرد بوقت واسعة صلى كعيد بعد أمر الحكيم ورد بتوبة للمظالم والبر والاعتك والصيام ثلاثة وربع الأيام فليخرجوا ببذلة التخشوع مع رضع ورتع وركع واخطب كما في العيد باستدباري وأبدل التكبير باستغفاري الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبدون والحريق وكفين السقط بكل حال وبعد نفع روح باغتسال فإن يصفك الكبير يجعل وسن ستره ووتر يغسل بالسدر في الأولى وبالكفور الصلب والأكد في الأخير وذكر كفين في عرض لفائي في ثلاثة بياض لها لففتان ولزر ثم القميص البدو والخمار والفرد للصلاة كبر نويا ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا وبعده صلي على المكفي وثالث تدعو لمن توفي من بعده التكبير والسلام وقادر يلزمه القيام ودفنه لكبلة قد أوجب وسن لحده والسنة في لحد بأرض تصلب تعزية المصاب فيها السنة ثلاث أيام طوال دفنه وجوز البكاء بغير ضرب وجن ولا نوح وشك ثوب وإنما الفرد على من أسلم حر معين وملك تميم في إبل وبقر وأغنام بشرط حول ونصاب واستيام وذهب وفضة غير حلي جزى ولو أجر للمستعمل وأرض مجر ورب حصل بشرط حال ونصاب كملا وجنس كوت باختيار طبعي من عناب ورطب وزرع وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزون في الثمار يبدو في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاة وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضنت ما لها عام وعنز عاما في الخمس والعشرين بنت للمخض وفي الثلاثين وستين افتراد بنت لبون سنتين استكملت ست وأربعون حقة ثبت وجدعة في الفرد مع ستين ست وسبعون ابنة لبون في الفرد وتسعين ضيف الحقة والفرد مع عشرين بعد المئة ثلاثة البنات من لبون بنت لبون كل أربعين وحقة لكل خمس نحسب وعفو عن الأقص بين النسوب نصاب أبقار ثلاثون وفي كل ثلاثين تبيع يكتفي مسنة لكل أربعين عدة ثنتين من السنين وضف عشرين نصاب الغنم شاة لها كشاة إبل النعم وضف ستين إلى واحدة شاتان والإحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه ثم شاة لكل مئة حتما مال الخالطان كمال المفرد إن مشرع ومسرع يتحد والفحل والرعي وأرض الحلب وفي مراحلين هوى المشرب عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئة درهم فضة وجب في ذين ربع عشر لو من معدن وما يزيد بالحساب البين وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسما وفي التمر وزرع نصاب الرمل كل خمسة وربع ألف رطل وزائد جف ومن غير النقي العشر إذ بالمنؤونة سوقي وزائد جف ومن غير النقي العشر إذ بلماؤنة سوقي ونصفه مع مؤن الزرع أو به موازي بحسب نفعي وعد مجر أخير حوله كويه معرب بنقد أصله إن غربت شمس تمام شهر تجب إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاء خير رسل خمسة أرطال وثلث رطل منها لأربع مع العشرين ضنت ما لها عم وعنز عاما إن غربت شمس تمام الشهر تجب إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاء خير رسل خمسة أرطال وثلث رطل بغداد قدر صعي وبالأحفان وأربع بغداد قدر صعي وبالأحفان قريب أربع يدي إنسان وجنس الكتب من المعشر غليب كتب لدى المطهر والمسلم الحر عليه فطرة وفطرة الذي عليه مؤنته واستثني من يكفر مهما يفضل عن كتب أو كسوة أو منزل ودينه وكتب من مؤونته يحمل يوم عيده وليلته
أصنفه إن وجد ثمانية من يفقد الدسمه للبكية فكير العليم والمسكين له ما يقع الموقع دون تكمله وعمل كحشير الأنعام مؤلف يضعف في الإسلام رقابهم كتب والغارم من المباح لنا وهو عليم وفي سبيل الله غاسن تسب ابن سبيل ذو افتقار اقترب ثلاثة أقل كل صنف في غار عميل وليس يكفي دفع لكفير ولا ممسوس رك ولا نسبني لوصف مستحق ولا بني هاشم والمطالب ولا الغني بمال أو تكسب ومن بإنفاك من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسكت الفضل وفي التكفير يسكت والإصاء والمنذور وصدقة النفل في الإصرار أولى وللقريب ثم الجار ووقت حاجة وفي الشهر الصيام وهو بما احتج عياله حرم وفضل الحاجة فيه أجر بمنه على الضرر صبر يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال شعبان العدد أو رؤية العد هلال الشهر في حكيم دون ماسي القصر وإنما الفرد على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر وشرط النفل نية لصوم قبل زوالها لكل يوم وإن يكن فرضا شرطنا نية قد عينت من لينه مبيتة وبانتفاء مفطر الصيام حد النفاس لردة الإسلام جنون كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فصحيح الصيام وإن يفق مما عليه بعض يوم ولول حضة يصح منه صام وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما كالبطن والدماغ ثم المثن ودبور وبطن أذن والعمد للوطي وباستقاء وأخرج المنية باستمناء والسنة مع علم الغروب يفطر بفطرة وعكسه التسحر والفطر بالماء لفقر تمر وغسل من أجنب قبل الفجر ويكره العلك وذوق واحتجام وما جماء عند فطر من صيام أما استياك صائم بعد الزوال فاختر لم يكره ويحرم الوصال وسنة صيام يوم عرفة إلا لمن في الحج حيث أضعفه وست شوال وبالولاء أولى وعشر وتسعاء وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام بيد وأجس لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء ولم يجز قد علم قد فرضا ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريك ولا ترديد لئن يوفق عادة أو نذرا أو وصل صوم بصوم مرة يكفر المفسد صوم يوم من رمضان إن يطمع إثمي كمثل من ظهر لا على المر وكررت إن الفساد كرره وواجب بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم مد طعام غالب في القوت وجوز الفطر لخوف موت ومرض وسفر إن يطل وخوف مرضع وذات حمل منه على نفسه مضرا بدا ويجيب القضاء دون الافتداء ومفطر لهرم لكل يوم دون كما مر إلى قضاء صم والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع خفت لطفل سنة وإنما يصح إن وبالمسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة وسنة يوما يكمل وجمع وبالصيام أفضل وأبطل إن نذر التوالي بالوتر واللمس مع الإنزال لبخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان أو مرض شق مع المقام والحد والغسل من احتلام والأكل والشرب أو الأذان من رتب والخوف من سلطان الحج فرد وكذلك العمرة لم يجب في العمر غير مرة وإنما يلزم حورا مسلما كل فدى استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب لقبه بشرط أمن طرق ويمكن المسير في وقت باكي أركانه الإحرام بالنياك في بعد الزوال تسع تعريف وطف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعة ثم أزل شعرا ثلاث نزرة وما سوى الوقوف ركن العمرة والدم جابر لواجباتي أولها الإحرام من ميقاتي والجمع بين الليل والنهار بعرفة ورمي الجمار ثم المبيت بمنى والجمع وآخر الست طواف الوداع وسنة بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد محرم ويتزير ويرتدي البياض ثم تلبية وآية فقادم والأدعية يرمل في ثلاثة مهرولة والمشباك سبعة تمهولة والاطباع في طواف يرمل فيه وفي سع به يهرول وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر فالمسجد إن يكن زحام
وبات في منى بليل عرفة وجمعه بها وبالمزدلفة بتوتح فجر وكف المشعر تدعو وأسرع ودي المحسر وفي منى الجمرة الأولى رميت بسبع رمية الحصى حين انتهت مكبرا للكل وقت تلبية ثم ادبي الهدي بها كالأضحية واحلق بها أقصرا مع دفني شعر وبعده طواف ركني وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حلق المظفر والحلق واللبس والصيد ويباه بثالث وتن وعقد ونكاه واشرب لما تحب ماء الزمزم وتفدى عن مدعو بالملتزم ولازم لمتمتع عند مقرن إن كان أن حرم مسافة القصر وعند العجز صم من قبل نحره ثلاث أيام وسبعة في داره وليحتلل لفت وقفة بعمرة عامل وليقضي معدم ومصر أحل بنية والحلق معدم حصل حرم بالإحرام مسمى لبسي خطوة لرجل سطر رأسي وامرأة وجن ودن شعري والحلق وتيب وقلم ظفري ولمس بالشهوة كل يجيب تخيرهما بين شاة تعطب أو أسع ثلاثة لستة مسكين أو صم ثلاث بيت وعمدوة للتمام حقق مع الفساد والقضاء مضيق كالصم تكفر صلاة باعتداء وبالقضاء يحصل ما له الأداء والصحف سيب وريق كفر بدنة إن لم يجد فبقره والصحف سيب وريق كفر بدنة إن لم يجد فبقره ثم شيه سبع فالطعام بكيمة البدنة فالصيام بالعد من أمداده وحرم لمحرم ومن يحل الحرم تعارض الصيد وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام والكبش كالضبع وعنز ضبي وكالحمام الشتي ضب جدي أو الطعام قيمة أو صما بعدها عن كل مد يوما بالحرم اختص طعام والدم للصم إن يكت نكاحا محرم فباطل وقطع نبت حرم رد وقل عن دون عذر حرمي.